من فترة سمعتوا عن مدام لور فرج اللي الام تي في اكتشفتها بواسطة الزميلة ريتا منصور، واكتشفت انه فعلا خلال اشتراكها باحد برامجنا بمين قدك بالتحديد، اكتشفنا انه هالسيدة مش جاية ابدا تتربح يعني هدية بسيطة، هي جاية تتشوف مع بانت قدها، هي جاية لتشوف مين بيقدر يساعدها لانه عم تعاني من اوجاع كتير صعبة وكتير قوية، يمكن حتى ما عارفة شو اساسها. ام تي في انتبهت لهالمشكلة، ريتا منصور تابعت هالموضوع، كان في اكثر من ريبورتاج عرفناكم فيه على هالمشكلة، وكانوا المحسنين كتار مع الوقت لأنه البداية كان ببجي صغير لمشكلة كتير كبيرة. نحن اليوم موجودين باستوديو معنا مدام لور فرج، أهلا وسهلا فيك وسلامتك، مبسوطين أنه اليوم عم تقدري تمشي بطريقة صحيحة. معنا دكتور فلاح بشور، أهلا وسهلا فيك، رئيس قسم جراحة العظم والمفاصل بالبلفيو ميديكال سنتر، يعني مستشفى البلفيو كان لها إيد كتير مهمة بهالموضوع، رح نشوف هلا تفاصيل هالعلاج، لانه هي القصه مش بس مجرد علاج، القصه علاج طويل ومنا مجرد عمليه وحده يلي انتم طبعا قادرين عليها ومشهود لكم ببراعتكم بهالموضوع. وعلى كل حال الطب بلبنان يعني نحن مآمنين فيه 100%، ولكن في اكثر من هيك، خاصه اذا عم نحكي عن بروتيز، عن ركب فيها مشاكل. رح بلش معك دكتور بشور، اسمحي لي مدام لور، لشوف شو كان اساس المشكله. طب تخبر يعني انا كيف تعرفت على لور، يعني قبل ما اعرف كيف المشكله، بواسطه الام تي في تلفن لمستشفى البلفيو، يعني قالوا له عنا كا يلي هو مدام لور عنده مشاكل بعظمه، ما عرفنا حتى شو هو، بدنا نلاقي له حل، بيحكوني لالي بالمستشفى بواسطه مادموزيل اوريلي كازعور تحكيني، بيجوا مع ريتا لعندي بيقولوا لي، بيعرضوا علي الكا، بقول لهم ايه ليش لا، تيجي لعندي مدام لور بفحصها، بعرف انه المشاكل بركبها، بقول لهم مبدئيا المشاكل بركبها مبينين صار لهم سنين مزمنين، ركبها جامدين ما بيتحركوا، مطعوجين ومقوسين، بدهم نعمل لهم صور، مبدئيا رح يطلع في تكلس، بدهم مفاصل اصطناعيه او بروتيز. قلت بس بدنا تحضير وهيدا، بيقولوا لي ايه بس عندنا جمعه تنعمل العمليه. بتنعمل؟ انا هون يعني هيك بدنا ناخذ نعمل صور، بدنا ندرس الكايات، بدنا نشوف اي بروتيز بتركب عليها، بدنا نعمل فحوصات، خاصة انه مدام لور بتقول انه ما عندها مشاكل صحية بس يمكن صار لها سنين مش شايفة حكيم، فحصها يعني في عندها مشاكل بالتحديد اذا عندها مشاكل، مثل ما بيطلع مثل ما بيقولوا غواصة سومران وبيطلع القصص، انه كيف هاي الجمعة بدنا نشتغل كل الاكيب بالبلفيو تنقدر هذا، قلت له بدنا نعمل مستحيل نعملها، غرفة الطوارئ يعني غرفة الطوارئ، وبتيجي بتقول له بس بتقول لهم التكاليف، انه انا مثلا بعمل عملية بس كيف بدنا نعمل التكاليف، بتجي بتقول لي ريتا بتقول لي انه نحن عندنا بيدجي، بتقول لي البيدجي، بيطلع البيدجي انه موجود بس هالبيدجي بده ينضرب يمكن بستة تنقدر نعمل العمليه، وبينضرب باكثر تنقدر نعمل ما بعد العمليه، لانه العمليه بحد ذاتها ما بتخلصون، في عندنا العلاجات، عندنا الجروحات لازم يختموا، عندنا العلاجات الفيزيائيه، عندنا الادويه لازم تاخذهم لسيلان الدم، وصحتها لور مره مسنه يعني بدها عايش لحال، بدها انه بدها مساعدة، كلها هي بجمعة مفروض جمعة، يعني هيك صارت تعرفت على لور. خلينا يعني نشوف كيف كانت أساس الحالة، فينا نشوفها شربل أو شوف كيف كانت أساس الحالة، ما رح يعني نفهم نحن على الراديو، بس لما بنشوف كيف صارت رح نفهم. فإذا هون شو كانت المشكلة؟ هون لور كانت هلا على الصور نحن عم نشوف، بنشوف في ميلة الجوة تبع الركب كابسين على بعض، يعني العظم فايت ببعضه، عم نعم. بيتاكل العظم، يعني هذا بسموه الأرتروز، الأرترايتس، التكلس نحن بنحكي بالعربي، إذا بنقارن عملية البرة هذا السبيس المضبوط، عم بيتاكل الغضروف، بس لور شو عم بتحس هي؟ هي بنشوف المريض كمان، لور كانت عم تمشي بطريقة أوسع بنسميها جينوفاروم، تعطي اكزامبل مثل لاكي لوك تبع الباند ديسيني او روبرتو كارلوس كانوا ركبوا فايتين لجوا، لور كانوا ركبها بس فرق عن روبرتو كارلوس ركبها ما بيهزوا، يعني لور كانت عم تمشي باعاقه، يعني عم تمشي بتزحف اجريها زحف يعني، نعم. كانت صار لها سنين هيك. نعم. تنرجع نوصل لهالنتيجه، اول شيء تنوصل لهالنتيجه مثل ما عم نشوفها هون وتصير الركب نظيفه بهالطريقه، كان مفروض بروتيز، بس لترجع تقدر تعود مدام لور يعني تستعمل هالبروتيز، كمان في شغل اكيد، يعني عم نفوت نحط البروتيز تكنيكمان جد صعب وقت يكون كل شيء مسكر، بس في اعاده تاهيل لكل الانفيرونمون لكل شيء حوالي المفصل، يعني للقلب للعضلات للجسم بده شغل. تانت لور، كيف بلشت معك المشكله، واصلا كيف تعرفتي على الام تي في؟
او عكروا الام تي في. اول شيء بتشكركم جميعا قبل ما ابتدي بالحديث، انا بصار بحب اذاعه الام تي في كثير. بقى كان في برنامج مش محمد قيس، قيس ما بعرف، محمد قيس الزميل بيصلي من عشيه انت قد ولا طلع لي حظ قد ربحتي، قالوا لنا كل تنين بتجي بتاخذوا اسمه الواحد. بالصدف ما راح طول لي، وصلت اجى اسمي قالوا لي تفضلي، جابوا لي الانفلوب. انا قلت شو ما كان يكون بوضعي يعني، اذا هدية حلوة، اذا من عندك سجاد بقول لك ما بدي، خدي نصها خديها اعطيني نصها الي. عرفتي كيف يعني ديفيرون؟ والا سلموني المكتوب، ما صدقت امتى هيك فتحته طلع لي مكياج ومساج. قلت قصف عمري قصف، انا 72 سنه بدي هالشيء، انا وجهي ما عم غسل. في حاجات ثانيه اكثر من هيك بكثير. غصيت شوي يعني اخذ على خاطر، والا كنت قاعده على الكونتوار برا بتقلي شو بكي، ما بعرف لمين بتحكي، بينزلوا ولا دموزيل ريتا منصور بتجي بتقلي شو بكي يا تيتا، قلت لها انا بدي مكياج، بدلوا لي هالهديه، انا مره مريضه موجوعه. بحي على شيء مفيد لك، حي على شيء ممكن. قالت لي انتظريني لحظه، طلعت ونزلت، والا بتقلي ممكن تعطينا الادريس ورقم التليفون الخاص. واعطيتها. ثاني يوم دقوا لي، لقوني مطرح الفلان ما بيعرفوا البيت، نزلت لقيتهم، طلعوا على البيت شافوا الوضع، رجعوا قالوا لي كمان انطري. دقيت ريتا منصور قالت لي انطري مني تليفون، نطت تليفون. والا بتقول لي جايني الشباب معي للبيت بدهم يصوروا، صوروا. قالت لي كمان انطري تليفون، نطت كمان تليفون. والا قالت لي بدها تقدم لك الام تي في عفش وتطرش لك البيت مطرح النش والهيدا كله. قلت لها سوري، لا بدي النش ولا بدي العفش، انا صحتي اهم يعني، كلمه ما لازم اقولها هلا، بس وضعي اللي بيعرفني عم بطرش وبفرش وبغير عفش بقول بلا مؤاخذة كلمه في شيء احق. ما حب اقول عنه. نعم، بهالوقت نحن تبعنا مع زميلي ريتا منصور بالروبورتاجات شو كان عم بيصير. خلينا نشوف شوي. بعد مرة منرحب فيك اليوم بفنادق روتانا بلبنان. خلال هيدا الشهر يلي هو شهر بيحمل أسمى معاني الصبر، الإيمان والعطاء، نحن اليوم مبسوطين كتير بوجودك معنا، لأنه نحن تعهدنا لسنة 2013 إنه نهتم بالمسنين. نعم. هيدا كان خلال شهر رمضان المبارك. نعم. كمان ومرق هيدا آخر الشهر. نعم. يومين العيد. نعم نعم. فإذا بوقتها كان عندك أوجاع أو كان في صعوبة بس بالمشي؟ لا، في وجع، في أوجاع، في ألم. كان في أدوية عم تاخديها؟ كنت عم تستشيري حدا؟ نو نو نو. كنت صابرة على الوجع؟ الوجع وإلى حد لا استحالة يعني المادة وإلى حد قلت لها لا. رجعت المسؤولين هون كمان دموزيل ريتا، وإلا بيقولوا لي قررنا ناخذك مشوار. وين ما كنت تقلي، رحنا لقينا الشباب موجودين، طلعوني على مستشفى بلفيو. نعم. هونيك بالبلفيو عملوا كل نهار فحوصات ولا صغرى يعني، حتى اجت من غدا. شو فكرتي بوقتها يعني؟ حتى رايحة كرمال هدية صغيرة؟ لا لا، أنا فكرت وقت اللي أخذوني على المستشفى إنه بده يشوفني حكيم يعطيني أدوية لوجعي، وهن اللي بيدفعوا أجار الحكيم. وخلصت؟ خلصت، هذا إجا ببالي يا تيتا. قلت لها ريتا أنا جعانة، صارت ساعتين. قالت لي لحظة، زدت كانوا بلا صغرى محضرين كل شيء بالمستشفى، طاولة الغداء. وراحت لهاي، وإلا بدي أقول لي ريتا بعد الساعة 4:30 5 بتقول لي
قررنا نعمل لك عمليه الخميس. كان فحصني دكتور بشور وفي ما بعرف مين القلب الكليوي يعني. هل قد سريعه كانت الشاوره؟ قد كان سريع دكتور بشور؟ الصعب ايه السرعه يعني القرار بدنا نحكي طبي كان سريع ومادي لسوء الحظ بدنا نحكي فيه كمان كان سريع. نعم. لانه لاحظنا الحظ انه في كثير من الناس يلي قدروا يعني او ان المؤسسات يلي تجاوبت يعني بسرعه انفرجت بسرعه كنا يعني ام تي في تجاوبت بنفس اللحظه. ريتا منصور شافت الكاوت عطفت معه بنفس اللحظه ودائما مشكوره بتتعاطف مع هيك حالات. بس كمان في عناية الهيه لتخلي يعني الكل مجتمعين يكونوا عم يعني بريمير. نعم طبعا فقع الغاز وجهي احترقت كلني انا. قلت لها لك سنت ريتا يا بعديك يا مع احترامي للاديان للكل انا عبدي لها. ثلاث ايام ما كان في شيء. ثلاث ايام بتقولي انا هذا مصدود في الجنة. وجهك بجنن. انتهت طلعي. سلامتك. نعم. هذا كله غير. كثر خير الله. وين؟ نعم. عيني المؤمنة. نعم. مع احترامي لكل الأديان انا مؤمنة. سوري. ايمان اول شيء اكيد. دكتور بشور وبعدين؟ بعدين يعني وقتها فاتت مادموزيل ريتا لعندي وفحصت لور يعني ظهرت لور شوي لبرا يعني بعد شوي انا مبين على التلي طلعت كذا مره وقت قابل لور كلهم بيقولوا ليش ما بتبتسم؟ ما ببتسم تما ابكي يعني ظهرت لور كان يعني بدها تنزل دمعه من عيني. قلت لها ريتا بدنا نلاقي حل. بيدجي كثير كبير ام تي في اشتغلت من مال هيدا ونحن دغري اشتغلت راحت عند نايب رئيس اداره بلجيا اللي هو مسيو نايف معلوف قلت له هيك 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 هيك, هيك الكاف شو فينا نعمل؟ قال لي المستشفى مفتوحه. نعم. دكتور معلوف مدير الطبي المستشفى مفتوحه الحكمه كلهم متجاوبين كلهم هيدا بيبقى مشكله البروتيز يعني بدنا عندنا جمعه بدنا نلاقي البروتيز اثنين بروتيز مش بروتيز يعني البروتيز حقها مبلغ كبير. حكيت شركه نوفا ميد بواسطه صديق لي مسيو الي شعيا. نعم. بساعه ثاني جواب قال لي البروتيزات مش انه نصهم رح تقدموا البروتيزات يعني. نعم. بهالوقت يعني حلينا مشكله المستشفى كانت الام تي في وريتا اجت قالت لي حلينا كل شيء مشاكل اللي بعدين يعني التاكسي اللي بده يجيبها علاج الفيزيائي الادويه اللي بدها تاخذ كميات الادويه اللي بدها تاخذها الاكل بدها تاكل مدام لور قاعده بالبيت ما فيها تمشي ما حدا فيه مساعده الاكل قدموه لها البيت مين بده يهتم فيه انه كل شيء تامن لها يعني صار انه حلم انه يعني لمدام لور يعني كما عم تقول قال لي كمان انه دكتور بشور لك العلاج ما كان مشكله العلاج العملية ولكن التكلفة هي كانت بس المشكلة لا العملية تكنيك ما من أهم من أصعب عمليات بجراحة العظم يعني أنت ما كنت مأكد من النتيجة؟ هلا بكون أكيد من النتيجة بس ساعتها بتتحضر بنعرف الكاء أكثر بتنفحص أكثر بعمل لها فحوصات أكثر بشوفه بروح ببعث بشوف المريض كذا مرة قبل ما بدك تأكد إنه في إعادة تأهيل بشكل صحيح لحتى عم تفوت يعني بشيء مفصل ما عم بيهز صار له سنين يعني ما بعرف يعني مثل ما بقولوا بنفتح و ما بعرف شو بدي ليه شو بدك بي انت بتتوقع بلشت هالمشكله مع مدام لوريا اللي اكيد ما كانت عم تفصح عنها لا اسبابها الماديه والاجتماعيه ولا مسؤولياتها الكبيره يعني اللي كانت ملقاه على حسب خبرتي يعني بلبنان في كثير ناس بيتالموا ما بيقولوا ما بيعرفوا انه شو المهم ما عندهم امكانيه يروحوا يشوفوا حكيم يعملوا صوره بنصبر بيصبروا صار لها سنين 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 وعلى وقت مثل ما بنقول انتروجاتوار وقت سالتها كم سؤال في نوسيون انه قلبي على ركبتها مروحتها خزق الغضروف من 35 سنه لو تعالجت مزبوط ما وصلت لهالدرجه يعني من 35 سنه مبلشه قصتها وجع وعم تعيش فيه بس باخر سنتين بتخبر انه ما يعني ما عاد بقى تاخذ دواء لانه ما يعني كانه عم تاخذ شيء ما له عازه ما له عازه يعني صار طنط لورك انت مسؤوله عن اكثر من شخص بالعائله مثل كل اماتنا يلي يعني كثير بيكونوا حاملين هالمسؤوليات ولكن كمان لصعوبه الماده كنت عم تضطري يعني تعملي الاشياء مش سيرا على الاقدام. نعم. وهالمشي كان اكيد عم يتعبك اكثر واكثر وكان عم يعمل لك اوجاع اكبر واكبر ولكن كنت صابره على الموضوع. نعم. اليوم تغيرت الاشياء يعني ما بقى حاسه انه في مشكله فيك تمشي مرتاحه و كثر خير الله. نعم. اليوم فينا نقول دكتور بشور انه المشكله حل يعني انحلت كليا المشكله انحلت كليا بضل الكلمه للمريض للحكيم نحن بنشوف الصور بنقول كل شيء منيح بس انا بهمني المريض انا وقت المريض يجي يقول لي انا صحيت انا بكون هيدا الهدف يعني هيدا اهم شيء لي وبحب اقوله انه بعد ما هيدا توصلنا يعني مع لور اختفت لور عني صارت انه تروح تعمل علاج فيزيائي وهيدا لهونيك نهار دقت لي على السلولار يعني صرنا نضحك يعني اذا مش هي عم تحكينا انا صرت دق لها يعني صرت انه بدي اعرف شو يعني صارت مثل حدا بدي اعرف كل يوم شو عم بيصير مع لور يعني انه
عم نشوف لحظة دخولك على العملية، ليش كنت عم تبكي؟ لحظة دخولك على العملية ليش كنت عم تبكي؟ بتعرف الإنسان ما بفكر بهيك حالة بالمنيح، بقول يمكن اتكرسم ما عم بروح ما قد يعني بحب الحياة، بحب ضلني لو صار عمري 100 سنة اني ضلني قاوم، يعني مش من النوع بقول لا موتني يا رب، لا الله ما بيقول لي انا موتك، هذا كان انا استسلام، مش هيدا هو بس ايدين الطيبة. والكل اللي بدي اشكره من الام تي في لروتانا لكل انسان من موظفين خاصة ام تي في والمستشفى ودكتور بشور، كل الحكي ما بقدر اشكر لك لانه بدي جريدة، انا بشكر كل اللي ساهموا ساعدوني هاي بطلبها منك. واجبات الناس يقفوا حد بعض. على كل حال العلاج الفيزيائي كمان صار بي البلفيو تقدم كمان مثل ما قلت انه البلفيو قدمت العلاج الفيزيائي، عنا اكيب يعني فيزيوثيرابي بمستشفى بلفيو يلي حديث والاكيب جاهز وهيدا مستعدين كانوا تقبلوها يعني على شهر ونص ترجع تصير تمشي مزبوط. مشكلة كان كيف توصل يعني تأمن التاكسي يعني تيوصلوا ليطلع كمان الـ XXL قدمت لك أجار سنتين للبيت وهذه شغلة كمان إيه بدي أذكر دكتور أستاذ ميشيل بس عائلته نصير أبي رميا ما باري الشركة XXL بلا صغرة فيك كمان زلمة لا بيعرفني ولا بعرفه بس من طيبة قلبه ومن إنسانيته هذا اللي بقدر أقول له الله يطول عمره. أكيد بنرجع نقول واجبات الناس يقفوا حد بعض. خلينا نشوف كمان ريبورتاج تاني أو كفاية كمان هالقصة. بروتيز دو جنو بيلاترال، البروتيز دو جنو هي بخافوا منها الحكمة لأن في منهم بينشال منها كثير عظم. البروتيز السكور اللي عندنا نحن اسمها سكور من شركة امبليتود هي اقل بروتيز بينشال منها عظم، سو هي محبزة ورح اكيد رح نحط لها منها لمدام لور وتكون اكيد ممنونة منها. القرار اتاخد ومدة العملية 3 ساعات. كلنا حتى في مثل ما قالت لور انه اذا فات العملية بواحد انسان بصير يخاف، في خطورة على كل شيء بالبنج القلب عملية نزيف مثل اي عملية تانية مثل اي عملية انه اشتغلنا بجمعة هاي الخطورة انه عم نفوت بشيء انكونيو. المريضة اسمها لور عمرها 78 سنة اللي عندها مشكلة بالمشي. وهون مثل ما قلنا التجاوب يعني الكل هنا عم يجاوب بطريقة هالقد سريعة، يمكن اوقات يعني بهيك مواضيع السرعة بتكون حلوة يعني لانه ليجتمعوا كل هالعناصر وكل هالاشخاص ليقدروا او كل هالمؤسسات ليقدروا يكونوا عم يساعدوا حاله من هالنوع، يمكن هيك اذا كان الوقت ضيق بتصير الاشياء القرارات لازم تتاخذ والتفكير بيكون تفكير فعلا حقيقي وما بيكون يعني فيه كثير حسابات، وهيدي الشغله كمان حلوه ومهمه. صح اكيد يعني انا عم بحكي من ناحيه بمستشفى البلفيو يعني بجمعه كلنا جوابنا مع بعض وهيدا سرها للمستشفى البلفيو انه الحكمه كلنا في يعني متجاوبين مع بعض ما حدا بيقول لا للثاني التواصل هيدا قدروا جمعوا يعني انسان هو مدير طبي دكتور غسان معلوف جمعنا مثل عائله يعني بنشتغل كلنا مع عندك شيء تقولي يا مدام لو سوري بس يخلص دكتور تفضلي يعني مش عم مثل ما بقول وجهه او لانه الحكيم حدي او شيء اذا بقول لك المعامله اللي انت تعاملتها صرت اطلع بحالي انا هيك وشو موظفين الام تي في اللي عندي من ريتا ما بقلك شو جابوا لي من قمصان لانه فت كما خلقتني مثل ما بقول المعامله اللي عملوني اياها المريض اللي حدي بالغرفه قولوا هاي مين افتكروني شي بنت نايب او شي بنت وزير اطلع بحالي هيدا انا هالمعامله 20 ناس تفوت 20 ناس تطلع والحكيم كل طالع نازل على الكونتر بالكلوار يمروا عليه يقولوا هاي مين انا عم بطلع بحالي انا ماشي صدقيني اعجوبه ما صارت مثل حلم بحك عايده اظهر يا سمسم هاي كانت في قلبي.
ما في حدا ماشي، نحن اذا بلكح شايفين حالنا ماشي على الارض بنظر الله، نحن فريدين من نوعنا وكل انسان فريد من نوعه. اكيد يعني بتصور وقوفك حد افراد عائلتك مدام لور هو الاهميه يلي انت اعطيتيها بحياتك. دكتور بشور اهلا وسهلا فيك، وكمان يعني الجسم الطبي حلو انه يكون عم يسخر كل قدراته في سبيل الاشخاص والحالات اللي هالقد صعبه، الاعلام كمان واجباته، المؤسسات كمان الكبيره واللي يمكن عم بتطلع اموال او عم تصرف حتى اموال على اشياء يعني ابيخ من هيك بكثير، حلو انه تكون موجوده بوقت الصعوبه. اهلا وسهلا فيكم. ميرسي كثير، ينعاد عليك وعليك، وان شاء الله بكون سنت خير للجميع العالم، ويهدى هالبال ويشفع على المرضى والفقراء. بس الله كريم، ما بدي اقول شيء. شكرا لكم مشاهدينا، وقفي هلا وبنرجع بنتابع لايف، خليكم معنا.